نخش على العملية نفسها قبل ما نخش على الفيلم وحكى الفيلم. ست اللي هو نبيل دور سيادتك كان ايه؟ ست اللي هو عمر كان دور سيادتك ايه؟ احكولنا العملية كانت عبارة عن ايه بالظبط؟ او العمليات. ايوه حابب انا كلمة العمليات لان عمليات يعني 5 اختراقات لإيلات نفذنا فيهم 3 عمليات ناجحة. حتى حضرتك في البداية قلت غرقنا سفينتين من سفن العدو وما 4، ان في العملية الاولى غرقنا داليا وهيدروما، في العملية الثانية غرقنا بيت شيفا وباتيام، في العملية الثالثة كانت تدمير رصيف الحربي. فهو الفيلم جميل طبعا مما لا شك فيه يعني، واكثر من رائع، وعمل الحاجة اللي اتعملت في الشعب المصري كله. وفي حتى من شوية كنت متكلم مع الأستاذ حماد عبد الجواد، والعرب كلهم لما اتعمل الفيلم ده كان الشوارع فاضية، مش في مصر، في البلاد العربية كلها كانوا بيتفرجوا. إذاعته اتعمل له تنويه قوي جدا، وأذيع في نفس التايم في العالم العربي كله. صحيح. ستة في الست دول العربية. وعرض في مهرجان القاهرة أظن. افتتاح مهرجان القاهرة. أستاذ شفوز الشريس استخدمه سياسيا. كان بيواكب رفض إسرائيل لأنها تمضي على عملية معاهدة الحظر النووي. رفض. فانتهز الفرصة وراح أعارض الفيلم ومع 6 دول عربية. وكأن ده بنقدم لسان حالنا أو وجهة نظرنا أو رأينا بالفيلم ده. فضل ست اللي أكمل العمليات. ارتبطت العملية في ذهن الناس بالفيلم، لكن في الواقع زي ما حضرتك قلت هما 3 عمليات ناجحة بشدة اتعملوا. كانت أول عمليات تتعمل للضفادع البشرية في الشرق الأوسط كله يعني، باستثناء عملية فاشلة جدا لإسرائيل عملتها في 5 يونيو في مينة اسكندرية واتقبض على المجموعة بالكامل. هو كانت مشابهة لنا يعني، احنا نزلنا في أول عملية 3 مجموعات، المجموعة بتبقى فردين ضابط وصف ضابط يعني 6 أفراد. احنا أنا فاكر من ضمن الإجراءات اللي بيعملوها لمقاومة الضفادع ان بيرموا عبوات في المية علشان لو في ضفادع تحت يموتوا يعني، حاجات عشوائية كده بتترمي. فانا فاكر في اول عملية ما سمعتش طوال فترة العملية غير عبوتين 2 وكانوا بعاد عننا، لكن بعد ما عملوا السجواب لموشي ديان في الكنيسة ازاي الضفادع داخلين طالعين ما حدش قادر عليهم، وشدد عمل حاجات كتيرة انه المراكب ما تباتش في الميناء بالليل، وان تعمل الشبك وان يترمي العبوات. اترمت عبوات كتيرة جدا، كان بمعدل كل 2 عبوة بتترمي. واحدة جت قريبة مننا جدا اللي هي بوظت التايمر وخلت الالغام تعوم. نفس ده اللي حصل في اسكندرية في 5 يونيو، بمجرد احنا كملنا يعني رموا عبوات والعبوه جت قريبه مننا خالص، كنت القبطان عمر وانا في المجموعتين بس في العمليه ديت، وكملنا طلعنا على وش الميه والالغام اتفكت وحاجه كل حاجه ربنا ستر يعني. ومع ذلك كملنا وخدنا الالغام، وزي ما استاذه انعام بتقول عمر انا مش عارف كنا نعمل ايه، عمر اقدم مني فابطال عمر طب نعمل ايه، قال لي بص احنا نروح ويعني لو رست ان انا احضن اللغم لغايه بكره الصبح ماشي مفيش مشكله يعني، وانفجر انا وهو بس هتنجح العمليه. كملنا وصلنا لغايه الرصيف وربطنا حزام الرصاص كل واحد في اللغم بتاعه وغطس وكلام من هم. بمجرد سماعهم لأول عبوة قريبة منهم راحوا هربانين وطلعوا استخبوا وراء قلعة ايد بي لغاية ما تمسكوا تاني يوم الصبح. ده الفرق ما بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي، اللي دايما بقول في كل مرة ان سر نجاحنا في العمليات كلها وسر انتصارنا في 73 ما كانش السلاح أبدا، كان الجندي المصري. ضرب السفينتين بيت شفع باتيام، احكي لي عن هذه العمليه اللي الفيلم اتكلم عنها، لانه هو اتكلم عن الرصيف الحربي والسفينتين دول تحديدا. دور سيادتك كان ايه؟
عمر بيه كان دوره ايه، وطبعا يعني الى اي مدى قدر الفيلم انه يعبر عن الحقيقه. يعني فعلا تدريبات السباحه وعايزكم تعوموا على 2 كيلو والغطس على مسافه كذا، هل ده فعلا كان من ضمن بروتوكول الاعداد للعمليه؟ بالظبط. بس هو ما كانش 2 كيلو، كانوا بينزلونا من ابو قير ونروح نيلسون، جزيره نيلسون كانت مسافه 9 كيلو وكنا بنروح رايح جاي، يعني 18 كيلو غطس ليلي. فكان فعلا التدريب كان قاسي وعنيف جدا يعني، وده اللي خلى نقدر ننفذ، لان احنا في اول مره اول عمليه نزلنا من مكان على حدود الاردن السعوديه بعيد عن ايلات بحوالي 22 كيلو. تاني مره كان النزول من العقبه، من بلد العقبه. ثالث مره ثالث اختراق. ثالث اختراق. ثالث اختراق. احنا رحنا بنغش البرنامج بتاعك اختراق فمسمينا خمس اختراقات. خمس اختراقات. بعد كده بقى النزول من العقبه نفسها، وبننزل سباحه من غير زودياك ولا حاجه يعني. فكل مره كنا بننزل بيبقى في تطوير، ويعني بنستفيد من المره اللي قبلها وبنعمل تطوير يعني.